إلينا عبر خدمة سكايب أحمد طرطار، أستاذ الاقتصاد في جامعة المسيلة. أهلا بك سيدي. أول أهلا وسهلا. أهلا أستاذ، شكرا لك على تلبية دعوة. أي قيمة وأي تأثير لمنع أو التوقف عن استيراد البنزين مستقبلا؟ نتحدث هنا عن القيمة الاقتصادية، وأي فائدة للاقتصاد الوطني؟ هو في الحقيقة أنه هذا أمر إيجابي جدا. لماذا؟ لأنه راح يوفر على الدولة كثير من الموارد بالعملة الصعبة، وخاصة باللي قطاع المحروقات نعرفه باللي يستنزف الكثير من العملة الصعبة بحكم عدم وجود صناعة تكملية بين فروع الأنشطة المختلفة نتاعها هذا القطاع. وعندئذ يصبح هذا الإجراء إجراء إيجابي جدا، إجراء واعد، أنه يقفل جانب إيجابي جدا بالنسبة لهدر الموارد من العملة الصعبة، وفي ذات الحين يبعث نقدر نقول تكاملية بين القطاعات في سياق الاندماج الاقتصادي المستهدف، وفي ذات الحين يعطي دافعية للقطاع الاقتصادي والقطاع الصناعي بصورة خاصة إلى رسكلة مثل الزيوت، إعادة تدوير هذه الزيوت، رسكلة بعض الأنشطة المكملة، الأنشطة المناولة وغيره من الأنشطة اللي من شأنها هل لازلت معنا أستاذ أحمد طرطار؟ نعم، أنا معك. تفضل أستاذ، سيدي، تفضل. قلت أنه هذه من شأنها أنه توفر كثير من العملة الصعبة بالنسبة للجزائر، وفي ذات الحين تبعث أنشطة مكملة من شأنها أن تفي للاقتصاد الوطني بكثير من المزايا، منها توفير مناصب شغل، منها توفير عملية المناولة واستكمال يعني في سياق النسيج الاقتصادي الواحد داخل قطاع المحروقات. لكن اليوم كذلك سيدي نتحدث عن التحول الطاقوي والذهاب نحو الغاز جي بي ال، بأي سرعة تسير الجزائر نحو هذا التحول؟ الآن يبقى هذا بالنسبة للجزائر، الجزائر فقط بدأت منذ 2020 عمل، وهو عمل مغري لا محالة، وهو عمل يعني استشرافي أكثر من يعني عمل حيني. وعندئذ ما دام بدينا في عمليه الاستشراف وبدينا نتوقع ما هي يعني القطاعات اللي راح من خلالها ننتقل بمقتضاها من الاقتصاد الطاقوي القديم الى الاقتصاد الطاقوي الجديد من خلال الطاقه المتجدده، اعتقد في سياق هذا سعات الجزائر انها اولا ان تخصص وزاره كامله لهذا الامر، ومن خلالها تخصص مجموعه من الدراسات والاستشرافات التي من شانها ان تؤهل الجزائر إلى هذا الانتقال. وأعتقد أنها الآن في سياق البرنامج الذي تم إعداده من خلال مجلس الوزراء السابق، وكذلك من خلال الأيام الدراسية الماضية للصناعة، أنه أعطى الرئيس يعني إشارات واضحة ومعلومة بالنسبة للانتقال من الاقتصاد الأحفوري أو الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة عبر مجموعة من الإجراءات، من بينها ضرورة يعني بعث هذا النشاط من جديد في كل مناطق البلاد، ضرورة تزود البلديات بهكذا يعني طاقة شمسية وغيره من المعطيات، بما يؤدي بالتالي إلى أن الآن هناك خطى ثابتة تستعد من خلالها الجزائر إلى هذا الانتقال الطاقوي. لكن هل هنا الأمر يتعلق أكثر بثقافة مواطن ومستهلك بعيدا عن الانتقال الطاقوي في حد ذاته؟ يعني الجزائري لا يثق كثيرا في الطاقات الجديدة والطاقات البديلة. هي الآن يعني الطاقات المتجددة، الطاقات البديلة هي محل تجربة بالنسبة للمواطن الجزائري، وتعرف الوعي يأتي عبر التجربة أفضل من الوعي عبر النصح. لأن لما يبدأ يتلمس في يعني المآلات الإيجابية نتاع هذه الطاقة وعدم الانقطاع وتكلفتها البسيطة وغيره من الأشياء، سيتلمح بالتالي طريقه نحو الطاقة المتجددة، وبالتالي سيفضل الطاقة المتجددة عن الطاقة القديمة، طبعا في سياق أيضا جديد اللي هو المحافظة على البيئة وتفعيل الأداء البيئي بالنسبة للمواطن الجزائري على غرار ما تفعله الدولة. بالعودة للحديث عن وقف استيراد البنزين، هل ستستطيع الجزائر المواصلة والإنتاج في هذا المجال، خاصة مع عودة استيراد السيارات والتي ربما ستكون بيمكن كميات كبيرة؟ يعني
اعتقد بلي الان الجزائر راهي تتحوط لمثل هذه الامور، وثانيا انه السنتين او 3 سنوات تقريبا من 2017 الى 2021 ويعني استيراد السيارات متوقف، يعطي برهة للجزائر انها تقف على قدميها وان تستشرف هذا الامر وانها تحاول حتى في قضية جلب السيارات، ربما تسعى لجلب السيارات اللي هي تمشي بالطاقة المتجددة بدل من الطاقة الجديدة، أو تنوع على الطاقة التقليدية، أو تنوع على الأقل من هذه السيارات. في ذات الحين يعني هناك نقدر نقول الآن خطى ثابتة بالنسبة للعالم ككل، أنه في سياق عملية الانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة، والجزائر راهي نقدر نقول ضارعة في هذا كل، يعني اللي تم انتهاجها منذ بداية الجزائر الجديدة 2019-2020، وهذه الخطى تمشي رويدا رويدا، ولما لا ربما سنتلكأ شيئا ما في غضون ال5 سنوات الأولى، لكن بعد ذلك سنقف على قدمينا وسنحيل أو هذا التحق الطاقوي إلى واقع ملموس، ويتم مواطن ربما حتى مواطن أن يكون بوابة خير بالنسبة لي في سياق العمل التشاركي اللي يجري على مستوى كل القطاعات، بما يؤدي إلى تحفيز المواطن أنه يندمج في الحياة الاجتماعية وفي ذات الحين في الحياة الاقتصادية، وعندئذ يكون هناك يعني إيجابية مطلقة بالنسبة لهذا الانتقال الطاقوي وبالنسبة للاستعمالات البديلة نقدر نقول محركات السيارات من خلال هذه الطاقة. أحمد طرطار أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة، شكرا لك على هذه التوضيحات. شكرا.